وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم كعادتي في حلقات سألة الليلة هي في العدوى العدوى هي انتقال المرض من مريض إلى صحيح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هم لا عدوى ولا صفر ولا هم فقال أعرابي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء يعني كالغزلان كده لونه أصفر مشرق جميل فيأتيها البعير الأجرب فيجربها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول أي هذا الذي جاء وعداها من الذي عداه ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى ظاهر الحديث هكذا لكننا سنرى الآن وردت أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر فيها بتجنب المريض فقال صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح ممرض اللي هو صاحب الإبل المريضة على المصح صاحب الإبل السليم وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الماضي ده في الصحيحين وأيضا من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة السابق والتالي أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه موطن الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد وهذا الحديث في البخاري هذا الحديث في البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد معناه أنك لا تقترب من المريض بالجذام وابتعد عنه وشبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يفر الإنسان من الأسد خوفا منه وأيضا في حديث أسامة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوه وإذا ظهر الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنبي هنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بتجنب الطاعون وهو مرض معدي فيقول إذا سمعتم به في أرض يعني أنتم لستم بها فلا تدخلوه وإن كنتم في بلد أو في أرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها حتى لا يسبب ذلك في انتشار المرض في مكان أوسع
وغير ذلك من الأسباب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الأول قال فيه لا عدوى ولا صفر ولا هام، فظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي العدوى. الصفر العلماء قالوا في معناه أن كان الكفار يتشائمون من شهر صفر، يتشائمون من شهر صفر، وقيل بل كانوا يمدون شهر المحرم إلى صفر وهو النسيء من أجل أن يجعلوا الأشهر الحرام يبدلوا بين بعضها البعض ويمدون فيها وينقصون منها كيفما شاءوا، وهذا نهى عنه الله سبحانه وتعالى وهو النسيء. وقيل بل كانوا يرتدون السويرة من نحاس والصفر، فكانوا يظنون أن هذه السويرة التي يلبسونها تدفع الأذى أو تجلب النفع، فهذا أيضا من الشركيات ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هي يعني أشياء كالديدان تخرج في البطن، وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج في هذه الديدان الكبيرة إلى غير ذلك من المعاني. والهامة أيضا كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الميت إذا مات فإن روحه تتحول إلى طائر وتظل تطير حول قبره، وهذا من الجهل. وبعضهم كان يقول بل إن عظام الميت تتحول إلى طائر، وبعضهم ومن المعاني أيضا هامة أي البومة، إذ كانوا يتشائمون من البومة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المذكورات في الحديث وكلامنا عن العدوى. فالعلماء نظروا إلى هذا الحديث الذي نفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام العدوى وأشباهه من الأحاديث الأخرى تدور في نفس المعنى، وبين الأحاديث التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن المرضى التي ذكرت بعضها. هناك حديث في صحيح مسلم أن رجلا أراد أن يبايع مع قبيلته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس فقد بايعناك، يعني لم يجعله يأتي مع قومه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع مجزوم، فهذا الحديث ليس بصحيح. فيبقى عندنا الآن أحاديث نفت وأحاديث أثبتت، فكيف وجه العلماء هذه الأحاديث؟ الجمهور قالوا بالجمع بين حديث أبي هريرة وما يعني كان في مثله، وبين الأحاديث التي يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن المرضى أصحاب الأمراض المعدية. فقالوا بالجمع إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي وجود العدوى، فالعدوى موجودة وهذه مشاهدة في دنيا الناس، فلما قال لا عدوى عليه الصلاة والسلام يبقى لم ينفي وجود العدوى، فهي موجودة ومتعارف عليها بين الناس أن المريض يعدي السليم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نفى أن العدوى تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر إذا شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في النفي هنا لم ينفي وجود العدوى، فالعدوى موجودة، العدوى موجودة، يعني أنا لا آتي على مريض بمرض معدي وأقوم أقترب وأتشمم منه وأتلمسه وأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نفى العدوى، هذا ليس بصواب، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي وجود العدوى، وإنما نفى أن العدوى كما كانوا يعتقدون في الجاهلية هي بسببها هي بذاتها التي تؤدي إلى المرض، لكنها النبي عليه الصلاة والسلام يوجه في الأحاديث الأخرى أن الأمر بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأستأنب بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك. هنا يبارك فيك، تفضل. عرفت الشيخ ناصر، السؤال الاول، هل يجوز قتل النام؟ انا حنا عالجته في المساجد وفي البيوت، خرج من بين البلاط، فهل يجوز قتله او يعني رش بالمبيد؟ ماشي. السؤال الثاني بارك الله فيك، حكم بيع الحلوى وشراؤها احتفالا بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. ماشي. السؤال الثالث والأخير جزاك الله خيرا، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في الصلاة؟ الصلاة عليه قبل الدعاء؟ لا، في السجود في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يعني في الصلاة. نعم الشحاض، بارك الله، ربنا يبارك فيه. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك، اتفضل. لو سمحت يا مولانا، عندي شويه اسئله حضرتك، يعني اتسع صدر حضرتك. اتفضل. اول شيء، انا مثلا بصلي في الصاله عندنا امام زوجي واولادي، هل يجوز؟ امامه ازاي؟ بصلي الصلاه يعني مثلا فرض الظهر، بصلي صلاه الفروض يعني، نبقى قاعدين في الصاله، فبصلي في مكان في الصاله يعني زوجي واولادي قاعدين. هم يرونك يعني؟ يرون. ماشي. طيب بعد كده، هل زوج بنت الاخ يعني بنت اخويا زوجها، هل يجوز مصافحته؟ زوج ايه؟ زوج بنت اخويا. زوج بنت اخوكي يعني، انت تبقى له ايه؟ انا عمه مراته. عمه مراته؟ عم زوجته. هل يجوز مصافحته لان ده يعني مثلا محرم تحريم مؤقت او لا يجوز؟ ماشي. حاضر. في تاني حاجه؟ طيب طب هل يجوز الكذب مثلا على بعض الناس او الاقارب، ان مثلا عندنا شيء معين او كده، عشان مثلا ان هم مثلا ممكن يسمعوا فيه، هم مش لازم لهم يعني، عندي شيء في البيت، عندي حاجه مربية شيء كده، عندك مثلا لا ما عندناش كذا، ما عندنا يعني، عشان ما يسمعوش فيه، او هم يبقوا يعني خاصة الاهل او بقى عندهم يعني ايه عشم شوية، هم مش لازم لهم يعني. ايوه. فده يجوز ام لا؟ ماشي. حاضر. حاجة تاني؟ طب بالنسبة معلش، نعم، حاجة بسيطة، مثلا واحدة مخاصمة واحدة او حصل بينهم موقف، فهي بتلقي عليها السلام بس، يعني مش قاعد في بينهم الا السلام، مفيش كلام تاني، هم مثلا زملاء في العمل. هل ده هجر او لا، او ده لا عادي كده ما فيش حاجه؟ ماشي. حاضر. حاجه تاني؟ شكرا يا مولانا، ربنا يجازيك خير يا رب، يبارك في عمر حضرتك. ربنا يبارك فيك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. لو سمحت يا دكتور متولي، اتفضل. بالنسبه، ما الفرق بين الحديث المعلول والحديث الغريب والحديث اللي هو المعلول والغريب والحديث كمان اللي هو المنكر؟ وايه تاني؟ والسؤال الثاني، لما يكون مثلا الزوجه لما هي مش بتلبس النقاب قدام اولاد سلفها، واحنا ضعفنا اولاد سلفها اللي هم الشباب، وضعفنا الشباب، هل يجوز دلوقتي ان مثلا لو ضعفناهم علينا ذنب ولا حاجه؟ لو عملت فيهم ايه؟ هل علينا ذنب لو احنا ضعفنا الشباب دول اللي هم يعتبروا اولاد سلفها؟ عملت ايه؟ كلمه ايه؟ يعني. ايوه، عملت لهم ايه؟ مش بترضى مشوه النقاب قدامهم، وزوجها قال انا مش مسافر لا في الدنيا ولا في الاخره عشان بتخلع النقاب قدام اولاد سلفها وقدام سلفها كمان. فانت لو منعت دخولهم البيت يعني. ماشي. حاضر. فهل علينا ذنب في الموضوع ده؟ ماشي. حاضر. نعم، اجاوبك ان شاء الله. ماشي. اعود الى المساله تتكلموا فيها. الجمهور قالوا بالجمع بين الاحاديث التي وردت في نفي العدوى وبين الاحاديث التي وردت في اثباتها وفي الابتعاد عن المرضى، فقالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام نفى، عندما نفى كمثل الحديث الذي بدات به، حديث ابي هريره رضي الله عنه لا عدوى، فقال انه نفى تاثير العدوى بنفسها، لانهم كانوا يعتقدون ذلك، وانما العدوى موجوده، فاذا قدر الله سبحانه وتعالى ان ينتقل المرض من المريض الى السليم انتقل،
وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ألا ينتقل المرض من السليم إلى من المريض إلى السليم فلا ينتقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يصحح عقيدة، يصحح عقائد كانت عند الكافرين عقائد باطلة، فيغلق هذا الباب، وأنه لا شيء يحدث في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعدوى لا تعدي بنفسها، وإنما إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تعدي ستعدي. والدليل أنه يدخل بعض الأصحاء على المرضى، ومنهم من يعدى ومنهم من لا يعدى. فإذا هي جند من الجنود، من جنود الله سبحانه وتعالى في كونه، وهي بذاتها لا تؤدي إلى المرض، وإنما إذا قدر الله وشاء الله سبحانه وتعالى أن تؤدي إلى المرض فهي تؤدي إلى المرض. وذات العدوى إذا شاء الله سبحانه وتعالى ألا تؤدي إلى المرض فلا تؤدي إلى المرض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي وجود حقيقة وجود العدوى، فالعدوى موجودة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتها، بإنما هي تؤثر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بالابتعاد عن موارد هذا. فكأعقلها وتوكل في الحديث في الترمذي وغيره أن الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان له ناقة أرسلها وأتوكل، وفي رواية أقيدها وأرسلها وأتوكل أم أقيدها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل، فقال قيدها أو أعقلها وتوكل. فهذا من باب الأخذ بالأسباب، فابتعادي عن المريض هو من باب الأمراض المعدية، هو من باب الأخذ بالأسباب، ومن باب أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن أن أنا لا أدخل على مريض مرض معدي والعدوى موجودة لكنها غير مؤثرة بنفسها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن لم ينفي حقيقة العدوى، وإنما نفى تأثير العدوى بذاتها بغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أيها أستاذ عدنان، اتصالات ولا ماشي؟ أول سؤال يسأل الأخ، هل يجوز قتل النمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قرصت نملة من النمل نبيا من الأنبياء فأمر بحرق واد النمل بكامل، فالله سبحانه وتعالى قال له أبت أمة أو حرقت أمة تسبح، هل لا كانت نملة واحدة؟ يعني لماذا قتلت باقي النمل وهو لا يؤذيك؟ لماذا لم تقتل التي آذتك فقط وهي النملة التي قرصته؟ فهذا يبقى يؤخذ منه أن النملة إذا آذاك فيجوز قتله من الحديث، هل نملة واحدة أي التي آذت، أما إذا لم يؤذيك فلا تتعرض له في الشوارع ولا في الحدائق ولا في الأماكن التي لا يؤذيك فيها، لا يؤذيك فيها. أما إذا دخل إلى بيتك وآذاك في أن يدخل إلى السكر، يدخل الأطعمة فيفسدها، فهذا أذى، وإذا آذاك فاقتله وادفع أذى، الله أعلم. يسأل عن الحلوى وبيعها شراؤها في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحلوى هذه من يعني من بدع الفاطميين عندما كانوا يحكمون مصر، فجعلوا لكل مناسبة دينية طعاما يتعلق به، فجعلوا الحلوى في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا الكنافة والقطائف في شهر رمضان، وجعلوا العاشوراء في يوم العاشر من المحرم. وكان المقصد والله أعلم هو إبعاد الناس عن حقيقة الدين، عن حقيقة الدين، فيتمسك الناس بالمظاهر. فلا نأخذ من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أن نأكل الحلوى، ولا نأخذ من رمضان شيئا إلا أن نأكل كذا ونأكل
كذا، ولا نأخذ من الأعياد إلا أن نصنع الكعك والبسكويت. فأقول أنه تعلق الناس بالمظاهر وبالمطعومات والمشروبات، وتركوا حقيقة الدين وحقيقة العبادة لله سبحانه وتعالى. ده أصل اللي أنا أردت أن أبين من أين جاءت هذه الأمور. ليس معنى مثلا أني لا أجوز الكعك في العيد إن لم يعطل عن الصيام وعن القيام وعن التراويح. فهذه أمور طعام وشراب ويشتهيها الناس وخاصة الأطفال. أما بالنسبة للحلوى فهي لا تباع إلا في هذه الأيام، فالعلماء على جواز أن تشترى إذا كان يعني خاصة الأطفال يشتهونها، لأنها تكون مفروشة تقريبا في أمام المحلات وفي كل المحلات، فإذا اشتهاها الأطفال فيجوز أن يشتريها لأطفاله، ولكن يعني يبتعد عن يوم المولد قبله بعدة أيام أو بعده والله أعلم. يقول: هل يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان يقصد أن يجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط في السجود فهذا لم يرد في السجود فيما أعلم، لكن إن كان يقصد أن يبدأ به الدعاء، وخير الدعاء هو ما كان في السجود، ومن آداب الدعاء أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو. فإن كان من هذا الباب أنه يبدأ بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء فهذا جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك، أنا اشتريت محل وبعته بعد سنة، وهخرج زكاة المال على أصل المال والربح ولا على الربح بس؟ ماشي حاضر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بس بعد إذنك أسأل سؤال؟ اتفضل. كنت عايز أعرف حضرتك في يعني نعرفه إن العرف في المجتمع المصري مصدر من مصادر التشريع، مظبوط كده؟ المجتمع المصري بس؟ يعني في المجتمع العربي عموما يعني. فأنت تقصد إن العرف ما يعني من مصادر التشريع غير متفق عليها، يعني اذا له ضوابط يعني. لما هو قاعده فقهيه في اعراف. نعم. السؤال طيب، قول السؤال وانا جاوب. مناسبه نعم. قول السؤال حضرتك. في اعراف مش مناسبه للشرع ولا القران ولا السنه اصلا. طب ما دي مهضوره خلاص، لا قيمه لها. هل ده يعتد بيه اصلا؟ لا 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 لا. العرف بين الناس. لا بص، العرف حضرتك متى يحكم العرف؟ فيما لم يخالف نصا وفيما لم يأتي فيه نص. لكن أي عرف يخالف نصا فهذا مهضور ولا قيمة له. ولا قيمة حضرتك له. حضرتك بيعتد بيه يعني في المجتمع بتاعنا بيعتد بيه برضه حتى لو هو بيخالف النص. لا 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 لا, لا قيمة له ولا وزن له طالما يعني خالف. الشخص اللي يتمسك بالقرآن أو بالكتاب ربنا ويرمي الجزء العرف اللي هو المخالف للشرع دوت يرميه على جنب، ده مش طب هجاوبك. ماشي حاضر، هجاوبك ان شاء الله. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايه عندي سؤال ربنا يبارك. اتفضل. اي حد بيحب حد يعني بيحب يتكلم عنه. احنا بنحب ربنا. اي ازاي نتكلم عن ربنا؟ يعني انا عايزه اتكلم عن ربنا وعايزه احبب الناس في ربنا. ازاي ونعمل ايه؟ طيب ماشي حاضر. سؤال تاني. جزاك الله خير. ربنا يخليك. السلام عليكم. لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي. انا معاكي.
تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه معاكي اتفضلي. ايوه يا شيخ، ممكن حضرتك اسالك سؤال؟ اتفضلي. حضرتك، انا والدي امواله مختلطه. فهو دلوقتي مثلا بيهديني هدايا ليا ولابني، فانا يجوز لي ان انا اخد منه المال ده ولا لا؟ ماشي حاضر. يعني هو في مثلا عندنا مثلا هديه، يديني فلوس كده اروح عنده البيت مثلا بناكل بنقعد كده، فانا حكم تعاملي مع المال ده ايه؟ ماشي. هو المال يعني مال حلال، والجزء الثاني مثلا فوائد ربويه من البنك. والسؤال الثاني لو سمحت، هل يجوز للمراه ان هي تقص شعرها للزينه يعني في البيت؟ المراه تقص شعرها. ماشي حاضر. وفي سؤال ثالث لو سمحت. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. انا زوجي دلوقتي مثلا في البيت ممكن بيتدخل يعني في حاجات في امور البيت، فاحيانا مثلا يقول لي ما تعمليش كذا اعملي كذا في حاجات ما فيهاش ضرر يعني، فانا ممكن ما اسمعش كلامه في الحاجه دي وما يحصلش حاجه يعني، ما يحصلش ضرر، ولا ان انا يعني بكون ايه اعلم بامور البيت منه، فانا كده بكون بعصيه يعني ولا ايه؟ ماشي حاضر. في حاجه تاني؟ لا الله يجزيك خير يا شيخ. ماشي. نخرج لفاصل بإذن الله رب العالمين. انتظرونا سنعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن أستأنف فبلغت الآن، ولعلكم رأيتم ذلك في الفاصل الذي كان يعرض الآن، أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم ودعائكم، فإن المدة التي كانت ممنوحة لقناة الندى لتسوية أوضاعها والمديونية التي عليها ففتحت هذه المدة إلى حين، لأنه بفضل الله تم سداد 50% تقريبا من مديونية قناة الندى. فلابد أن نشكر الناس ونشكر كل من ساهم بما يستطيع، إن كانت المساهمة مادية مالية أو مساهمة بالدعاء. فنشكر كل جمهور قناة الندى سواء على الشاشة أم على صفحة الفيس أو على اليوتيوب، نشكر كل جمهور قناة الندى، وكما قلت كما أننا نحثهم على الوقوف إلى جانب قناة الندى، فإننا نشكرهم ونبشرهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحثهم على الاستمرار، نحثهم على الاستمرار حتى لا تتعرض القناة للأزمة التي مرت بها، وجزاكم الله خيرا. نعود إلى الأسئلة. أجاوب ولا في أسئلة؟ اتصالات؟ ماشي. تسأل هل يجوز أن تصلي ويراها زوجها وأولادها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم يجوز أن تصلي في بيتك ويراك زوجك ويراك أولادك، هذا لا شيء فيه، وإن كان الأفضل يعني تصلي بعيدا عن الأعين وعن المارة حتى تركزي في الصلاة وتخشعي في صلاتك، فكلما كنت في مكان منفرد ما انشغلت بأحد يمر أو بصوت أحد، فالخشوع روح الصلاة، لكن من ناحية الجواز فيجوز. تقول هل يجوز أن تخلع النقاب أمام زوج بنت أخيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز أن تخلع النقاب أمام زوج بنت أخيك، فهو ليس من محارمك على التأبيد، إنما ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، نعم إنما أنت لست من محارمه على التأبيد، فلا يجوز لك أن تخلع النقاب أمام زوج بنت أخيك والله أعلم. تقول انها احيانا تضطر الى الكذب على بعض الناس خاصة من الاهل،
عندما يريدون شيئا منها وهي يعني تريد هذا الشيء، فهل تكذب فتقول أنا لا أملك أو ليس عندي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكذب كذب، الكذب كذب، ما فيش حاجة اسمه كذب أبيض وكذب أسود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجوز الكذب إلا في أمور، منها إصلاح ذات البين، ومنها الكذب في الحرب، ومنها كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجه في أمور الحب، في أمور الحب حتى تستديم العلاقة الزوجية. يعني لا أحل الكذب أو إلا في ثلاث التي ذكرتها، هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أما في غير ذلك فلا أكذب. ولماذا أكذب؟ فتقول ما ممكن يقع علي ضرر كبير إن لم أكذب، في هذه الحالة يبقى تقدر الضرورة بقدرها، من لا أستطيع أن أدفع المفسدة أو الضرر الكبير إلا بالكذب، خلاص يبقى هنا أنا مضطر إلى فعل ذلك، وإن كان في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إنسان يعرض يعني يعرض بكلام يفهم منه معنيان، معنى هو ينويه ومعنى يعني يقوله للآخر يفهمه أنه ليس عنده، هذا إذا كان الضرر متحققا، أما غير ذلك فيعني مسألة منع ما عندك من إعطائه للناس، فذم الله سبحانه وتعالى ذلك وذم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والله ذم الذين يمنعون المعول، والله أعلم. على تفسير يعني تقول إنها متخاصمة مع إحدى صديقاتها وهي تكتفي على إلقاء السلام لدفع ضرر المخالطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كانت المخالطة وكثرة الكلام والتبسط يؤدي إلى ضرر يقع عليها فلتكتفي على الحد الأدنى وهو أن تلقي عليها السلام فقط، والله أعلم. يقول ما الفرق بين حديث المعلول والحديث الغريب والحديث المنكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أقسام الضعيف، كل هذا من أقسام الضعيف. حديث المعلول علة دي بتكون أمرا خفيا يقدح في صحة الحديث، يعني لا يعرفه إلا جهابزة النقاد، لأنه يكون الحديث ظاهره الصحة من ناحية السند أو من ناحية المتن، والعلة تكون في السند وتكون في المتن، يكون الحديث ظاهره الصحة لكن به علة خفية يعرفها المدققون المحققون جهابزة العلماء، فالذين تبحروا في علوم العلل قلة من علماء الحديث على مدى تاريخ الإسلام، فهذه تحتاج إلى يعني إلى جهبز من علماء الحديث ليقف على هذا الأمر الخفي القادح في صحة الحديث سواء في السند أو في المتن. أما الحديث الغريب فهو الذي يكون في طبقات سنده واحد، يعني يرويه واحد فقط، يرويه واحد فقط، عارفين الحديث المتواتر يرويه جمع عن جمع بدون تحديد العدد يعني، لكن حديث غريب يرويه واحد يكون في أقل طبقة من طبقات سنده واحد فقط. بقي الحديث المنكر، حديث المنكر هو حديث تفرد به أحد الضعفاء، يعني لم يروي هذا الحديث إلا هذا الضعيف، فهذا يسموه حديثا منكرا، وكما قلت الثلاثة من أقسام الحديث الضعيف، والله أعلم. أيها السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازي حضرتك يا سيدي؟ كويس الحمد لله. الله يكرمك، عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، عندي حاجة ذهب، لو أنا عندي حاجة ذهب كان زوجي كان جايبها لي بس مش شبكة يعني، وعايزة أتصدق بيها، لازم أستأذنه الأول؟ ولو كنت عملت كده عليا ذنب؟ يعني هي ملك لك؟ نعم، هدية يعني من زوجك وهي ملك لك مش كده؟ هو جابها لي يعني بس مش شبكة، ما كانتش شبكة. انا فاهم، هو هدية واعطاها لك. لا يسأل عنها؟ لا ما بيسألنيش عنها. انت صدقتي بها؟ عملت كده فعلا. ماشي حاضر. في سؤال تاني؟ عليا ذنب؟ لا ان شاء الله. في سؤالين تاني. ماشي اتفضل. تاني سؤال، اولادي كبار دلوقتي ومعقدش ليهم، هل عليا شيء؟
ماشي. ثالث سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. اه انا لو حابة ان انا اتصدق يعني بمبلغ معين، وحابة ان انا وانا المبلغ ده مش معايا، وكنت عايزة اقترض قرض حسن يعني، وبعد كده على اساس ان هسدده في جمعية، يعني انا اعتبر خدته وانا مش معايا في الفلوس دي وهدفعها بعدين يعني وقت ما اقبض الجمعية، هل ينفع ان انا اعمل كده؟ اجاوب ان شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليك السلام. طلع اي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور متولي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ليه سؤالان لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول، رجل يأم الناس وحافظ على قدر يعني حافظ من القران ما يحفظه، فيحب ان هو يقرا يعني من ما حفظه الى نهايه ما حفظه، يعني يراجع على محفوظاتي، يعني يراجع في 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 الصلاه. No. في الإمامة. ده السؤال الأولاني، هل هي فيها شيء أو لا؟ السؤال الأولاني. No. السؤال الثاني، يطيل في السجود السجدة الأخيرة عشان بيدعي يعني كده، ويدعي ويطول في الدعاء، ففيها أرجو الإفادة بس لو ماشي سمحت. حاضر حاضر إن شاء الله. أيوة. السلام عليكم. إيش السؤال التالي؟ تقول أنها لا تريد أن ترتدي النقاب أمام يعني غير محارمها، يعني تخلع النقاب أمام غير المحارم من الشباب، والزوج يأمرها وينهاها لكنها لا تأتمر ولا تنتهي، فهل لو منع هؤلاء الشباب من الأقارب أن يأتوا إلى البيت من أجل أن زوجتي تخلع النقاب يكون آثما؟ لا تكون آثما، لا تكون آثما، أنت يعني إيه ما تستطيع أن تفعله فعلته، أنت أمرتها وهي لا تأتمر فمنعت يعني إيه من الناحية الأخرى، فلا تكون آثما، مع أن الزوجة يعني إيه هي من المفترض أن تطيع زوجها، لكن الحادث دي فتوى يعني. يقول اشتريت محلا وبعته بعد سنة، يعني يتاجر في المحل فاشتراه وباعه بعد سنة فربح فيه، فهل زكاة المال تكون على الأصل الذي اشترى به فقط أم على الأصل وما ربحه من مال؟ الزكاة تكون على المال والمتولد منه من أرباح، بمعنى أنك لو اشتريت المحل بمئة ثم بعته بمئة وخمسين فالزكاة تكون على المئة والخمسين، والله أعلم. يقول أخ أنه هل يؤخذ بالعرف إن خالف الشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، العرف هو ما تعارف عليه الناس في المجتمع، هناك عرف خاص أي تعارف عليه في بيئة خاصة، هناك أعراف عامة بين الناس، فمن شروط الأخذ بالعرف ألا يصادم نصا، ألا يصادم نصا، فإذا كان العرف وإن تعارفت عليه الأمة بكاملها، رغم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن أنا بفترض فلا نظر إلى من يعمل به، والله سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالنظر إلى النصوص، إلى النصوص، إلى الشرع، إلى الأوامر، إلى النواهي، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان هناك عرف لا يخالف النصوص وهو يمشي مع روح الشريعة ولا يؤدي إلى مفسدة فهذا يدخل في القاعدة الفقهية العادة محكمة، إنما إن كان العرف يخالف نصا فلا تغتر بكثرة من يعمل به فهو هدر ولا يلتفت إليه، والله أعلم. تقول الأخت أن من أحب أحدا تكلم عنه كثيرا فكيف نظهر حبنا لله سبحانه وتعالى؟ هناك أمور كثيرة، لكن أنا أدلك على آية فيها قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله، أنت كما تقولين الآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى من أهم أسباب تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى اتباع سنة النبي
عليه الصلاة والسلام اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى، كما ورد إن قوما ادعوا أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بآيات المحبة وعند بعض بآيات المحنة، قل إن كنتم تحبون الله هذه دعواكم، طيب إيه اللي ما يدلل على صدقكم؟ فاتبعوني النبي عليه الصلاة والسلام الله إيه يحببكم الله، والله أعلم. تقول إن والدها ماله مختلط ويأتي لها أحيانا بهدايا وتذهب بتأكل عندهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المال المختلط هو عنده جزء حلال وجزء حرام، يجوز أن تقبل منه الهدايا ويجوز أن تأكل منه طالما عنده جزء حلال. إن كان الحلال أكثر المسألة فيها سعة أكبر، كان الحرام أكثر فهذا سيقترب من التحريم، فالمسألة ينظر لحكم الغالب. لكن إن كنت لا تعرفين هو مال مختلط ويأتي لك بهدايا فاقبليها، لأن ماله ليس كله حرام، والله أعلم. تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها في الزينة في البيت يعني من أجل الزينة لزوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشعر من جمال المرأة، وأم المؤمنين عائشة لما كانت تريد أن تؤكد القسم فتقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، الذوائب يعني الضفائر، فكان من جمال المرأة العربية طول شعرها. وكانت المرأة حتى قبل الإسلام لما كانت تطوف حول الكعبة تفرد شعرها يغطي جسدها بالكامل من شعر من رأسها إلى قدميها. وأمهات المؤمنين ما قصصنا شعورهن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئلت أم المؤمنين عائشة قالت ولمن نتجمل أو لمن نتزين. فأقول إنه من جمال المرأة، لكن هو على الإباحة، هو على الإباحة على شرط ألا تقلد رجلا. يعني احنا بنشوف الآن قصات للمتبرجات أو حتى في البيت وتقصه تماما كهيئة شعر الرجل، فهذا من التشبه بالرجال ولا يجوز. أما إذا قصته شكل نسائي وتزينت به لزوجها فهذا جائز، والله أعلم. تقول إن زوجها يتدخل في بعض شؤون البيت فيقول افعلي كذا، تقول يعني بتهاوده وهي لا تفعل، فهل هي تأسم؟ والله بحسب ما يقوله لك الزوج، يعني وطالما يعني أنت شايفة أن المصلحة في غير ذلك فتفهم، وهذا يؤدي إلى عدم إغار القلوب. طالما مسائل خفيفة فقولي أن السبب كذا وكذا وكذا، أقنعتي كان بها، أقنعك هو كان بها، فالبيوت تمشي بهذا، تمشي بهذا، والله أعلم. تقول عندي ذهب أهداه لي زوجي كهدية لي، فهل يجوز أن أتصدق به؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ناحية الجواز يجوز طالما الذهب ملك لك فيجوز أن تتصدقي به. لكن إذا يعني علمت زوجك ربما يسألك عنه، على حسب حال الزوج يسأل عنه، لو علم قد يغضب، قد يصل أمر كما بعض الفتاوى بتأتينا يصل الطلاق إلى الطلاق، فبحسب زوجه كان عنده أريحية كده، ولو علم بعد ذلك فإنه لن يغضب ولن يشتد عليك، فيجوز من ناحية الجواز يجوز، لكن انظري إلى حال زوجك، والله أعلم. تقول إن أولادها تخطوا سن الطفولة ولم تعق عنهم فماذا عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. العقيقة مستحبة عند الجمهور، يعني الذي لا يعق ليس بآثم، لكنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ومن المستحبات، ولا شك أن لها فوائد. فإن لم تعق في الصغر وفات زمن العقيقة فهل يجوز أن تعق عنهم وقد يعني لكن لم يعني ما زالوا تحت يعني في بيتك وأنت تنفقين عليهم؟ جوز بعض أهل العلم إذا كان عندك سعة أن تعق عنهم، حتى جوز بعض أهل العلم إذا هو كان له دخل بعد ذلك أن يعق عن نفسه، ما
وقد عق ابن سيرين عن نفسه عندما تقدم في السن والله أعلم. تقول إنها تريد أن تتصدق بمبلغ معين لمسألة ما، وهذا المبلغ ليس تحت يدها الآن، وهي تريد أن تتصدق به لحاجة المتصدق عليه للمال الآن، وهي في جمعية، وهذه الجمعية ستقبضها بعد مثلا عدة شهور، فهل يجوز أن تقترض على أن يعني تتصدق وبعد ذلك عندما تأخذ الجمعية ترد؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الجواز يجوز أنها استدانت وهي ستقبل الجمعية بعد عدة أشهر لحاجة ملحة للصدقة، يعني هي تحتاج إلى تتصدق الآن فاقترضت وستقبل الجمعية، من ناحية الجواز يجوز، لكن ينبغي أن تكتب ذلك في وصيتها أو تعلم يعني إيه أبنائها أو أخواتها أنها اقترضت مبلغ كذا وأنها بجمعية كذا، حتى إذا يعني الإنسان لا يدري متى يموت يبقى قد أبرأت ذمتها والله أعلم. ناخذ السؤالين دول بس. رجل يصلي إماما بالناس ويراجع محفوظاته من القرآن، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان هو يراجع محفوظاته من القرآن بس يكون متأكد من الحفظ بحيث لا يطيل على الناس ولا يمل الناس انه عايز يراجع يطيل ويراجع محفوظاته، فمن حاجة الزواج هو يقرأ صورا من القرآن، وطالما هو يقرأ من القرآن فصلاته صحيحة. لكن هب انه كان يحفظ قليلا، وطالما هو امام الامام لازم لابد ان يقرأ من حفظه، لكن هو ربما الكلام في مراجعة محفوظاته الجديدة. عموما لا يجعل الناس حقل تجارب لحفظي ولمحفوظاتي، يجعل مراجعة الحفظ غير متأكد منه في صلاة قيام الليل وفي النوافل التي يصليها لنفسي، وما تأكد من حفظي فيجوز أن يصلي به والله أعلم. آخر سؤال يقول: هل يجوز للإمام أن يطيل في السجدة الأخيرة دون السجدات الأخرى من أجل أن يجعل الناس يعني يطيلون يعني الدعاء، يكثرون الدعاء في السجدة الأخيرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عد العلماء هذا من البدع لأنه مخالف لوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته كانت قصدا يعني متساوية، ما أطال السجدة الأخيرة عن السجدة الثالثة عن السجدة الثانية عن السجدة الأولى في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعد العلماء إطالة السجود الأخير من أجل أن يدعو الناس هذا من البدع، إنما على الإمام أن يقسم السجدات ويعطيها وقتا متساويا، ومن أراد أن يدعو فليدعو في هذا الوقت المتساوي، إنما أن يطيل السجدة الأخيرة دون سائر السجدات فعد العلماء ذلك من البدع والله أعلم. نكون بهذا فضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى نهاية الحلقة، نكتفي بهذا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.